فقرة ضيف نناقش فيها مضامين الرسالة الملكية إلى المشاركين في أشغال الملتقى البرلماني الثالث للجهات الذي انطلقت اليوم أشغاله بالرباط. ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عبد الرحيم منار سليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. مرحبا بك معنا اليوم أستاذي. أهلا سيد. الملك محمد السادس وجه اليوم رسالة إلى المشاركين في أشغال الملتقى البرلماني الثالث للجهات، وهذه الرسالة الملكية تعبر عن حرص الملك محمد السادس على إنجاح هذا الورش الهيكلي للجهوية المتقدمة. نبدأ أولا بتقديم دستوري للجهوية. نميز أولا بين مصطلحين داخل القانون الدستوري. المصطلح الأول وهو الجهوية بمعنى فلسفة في تنظيم الدولة، ثم هناك الجهة كجماعة ترابية. الجهوية فلسفة في تنظيم الدولة بمعنى ممارسة نوع من التحديث المؤسساتي داخل الدولة. كل الدول تبدأ، أتحدث عن الدول الموحدة، تبدأ مركزية وتنتقل بمعنى أنها تقوم في مرحلة معينة نتيجة تزايد الحاجيات بنقل السلطات والموارد. من يعود إلى التجربة الدستورية المغربية سيلاحظ هذا التطور الذي وصل إلى نضجه في وثيقة 2011. لما نعود إلى الدستور نجد 11 فصلا ينظم الجماعات الترابية وهي ثلاثة. هناك مجالس الجهات، مجالس العمالة والأقاليم، والمجالس الجماعية. ثم هناك قانون تنظيمي خاص بالجهات وحدها يضم 256 مادة تنظم كل شيء. هذا تحول كبير في هندسة الدولة، تحديث مؤسساتي كبير يتم نقل بموجبه مجموعة من السلطات والموارد إلى وحدات ترابية. إذن هذه هي الجهوية، هذه مقاربتها الدستورية، وقد جاءت عبر مراحل وتطورات نصل اليوم إلى هذه المجموعة من النصوص القانونية التي تدخل الآن بعد أن وضعنا النصوص المبادئ داخلها والأهداف والقواعد، ندخل مرحلة أخرى وهي مرحلة التنفيذ، مع العلم أن مجموعة من النصوص جاءت بطريقة تفاوضية شارك فيها الفاعلون، سواء الفاعلون المؤسساتي والحكوميون أو الفاعلون الترابيون. برأيك التجربة المغربية في الجهوية المتقدمة كم يلزمها من الوقت حتى تكون يعني ثابتة على أرض الواقع؟ أعتقد لما قلت مسألة التحديث المؤسساتي نضعه داخل القانون الدستوري وداخل علم السياسة هو يتم على مراحل. الآن المرحلة الأولى وضعنا النصوص، بدأنا في عملية التنفيذ، ولاحظنا الآن من يعود مثلا إلى الرسالة الملكية سيلاحظ بأنه مسألة الربط ما بين قطاعات التي هي قطاعات حكومية أو سياسات عامة التي هي سياسات عامة على مستوى الدولة أو سياسات عمومية للحكومة، هذه مستويات، وهناك الآن سياسات العمومية الترابية. هذا الربط لما نجد مثلا في الرسالة الملكية كنخط واحد الفقرة، لما نتحدث على أن المسألة الآن مسألة أن الجهوية المغاربة الآن ينتظرون التفعيل، سنلاحظ بأن هذا الربط قد بدأ، وأن هذا الورش هو ورش استراتيجي يقوم على مبادئ التضامن، العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، العدالة المجالية بين مكونات الجهة. إذن هناك الآن بدأت عملية التنزيل والتفعيل، لأنه نتحدث اليوم داخل مجموعة من الجهات عن سياسات عامة للدولة وعن سياسات ترابية، هذا النوع من التكامل بينهما. إذن دعنا نعود لخطاب الملك محمد السادس اليوم في هذا الملتقى. ما هي التوجهات أو التوجهات الكبرى في هذا الملتقى، ولماذا يعني الغاية من هذا النوع من الملتقيات أيضا حتى نفهم أكثر؟ الغاية أولا من هذا النوع من الملتقيات هي ملتقيات للتفكير، ملتقيات للتشاور، ملتقيات بمجموعة من الفاعلين. نأخذ مثلا مجلس برلمانيين، مجلس المستشارين الذي هو مرتبط أكثر بالتمثيلية الترابية، ثم هناك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفاعلون آخرون منهم أيضا حتى رؤساء المجالس الجماعية، هذا كله داخل مجال ترابي. الرسالة الملكية هي تحاول أن تنقل كل هذه المكونات إلى مسألة التفعيل، تغيير الإيقاع، مسألة
التنفيذ، وهناك إشارة إلى أن هناك أوراش فتحت متعلق بالحماية الاجتماعية، التكوين المهني، كل هذه أمور التي هي أوراش كبرى على مستوى الدولة، وهناك مسألة أخرى على مستوى المجال الترابي للجهات. يجب أن يحدث هذا النوع من التكامل بينهما، ويجب أن يحدث ما يسمى بتنمية مندمجة. لماذا؟ لأن مجالس الجهات هي تسهر على هذه المسألة، تنمية مندمجة في المجال الترابي، وهناك مجالس العمالات والأقاليم بمعنى أنها تركز على مسألة القضايا الاجتماعية، ثم هناك المجالس الجماعية قضايا القرب لأنه داخل مجال ترابي واحد. إذن نحن في مسألة تحول كبير، وهذا النوع من الملتقيات لأنه قد يفتح أولا هناك تشاور، هناك نقاش، نعم، هناك تفكير. وقد لاحظنا في الرسالة الملكية الحديث عن مسألة الحلول، وهنا ولغة السياسات العمومية، لأنه هناك مشاكل عمومية يجب أن تكون هناك حلول، وهذه الحلول تنطلق من الفاعلين الترابيين، تلتقي مع الفاعلين المؤسساتيين على مستوى الحكومة، على مستوى الدولة، بمعنى أننا أمام تحول، أمام إيقاع يمكن أن نسميه بإيقاع جديد، لأن الكل ظل ينتظر، ولكن هذه المسألة تأتي بطريقة تدريجية، والجهة اليوم هي تندرج في إطار القضايا الكبرى المطروحة على مستوى الدولة، قضايا الشباب، قضايا التشغيل، كل هذه الأمور هي تطرح أيضا كما كانت مطروحة على الحكومة، تطرح على مستوى مجالس الجهات. ولاحظنا أيضا بأن هذا الملتقى يضم مجموعة من الفاعلين و من المؤسسات البرلمانية أيضا ومؤسسات أخرى، كيف نفسر هذا التعدد المرتبط بالتفكير في ورش الجهوية؟ لما نأخذ المجال الترابي، المجال الترابي لا يوجد فيه فقط المنتخبون، لا يوجد فيه فقط الإدارات المرتبطة بالإدارات المركزية، ولكن يوجد فاعلون متعددون. لهذا هذا النوع من التعدد كله من أجل التفكير في مجال ترابي، مجال الترابي للجهة. لهذا نلمس هذا التعدد، وأكثر من ذلك هناك حضور للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يقدم اقتراحات وله رؤية في هذا المجال، يقدم توصيات، لأننا لا ننسى أمام منتخبين، وهؤلاء المنتخبين هم يحتاجون إلى مبادرات مرتبطة بالسياسات العمومية، يحتاجون إلى توصيات، لأنه نعرف بأن هناك بين من يفكر وبين الفاعل هذا النوع من التكامل، هناك تفكير، هناك عملية تشخيص. مثلا لاحظنا اليوم في كلمة رئيس أيضا مجلس المستشارين يقول بأنه كانت هناك عملية تشخيص انطلاقا من التوجيهات الملكية. إذن هناك عمل، وهذا العمل سيصل إلى توصيات، وقد تكون هناك مبادرات تشريعية، هناك مبادرات تشريعية التي ستعرض مثلا في النقاش داخل مسطرات تشريعية ما بين الحكومة وما بين البرلمان. من الواضح في الرسالة الملكية اليوم أن المغرب يعتمد على الجهوية كرافعة قوية في المسلسل التنموي وداخل النموذج التنموي القادم والجديد، كيف هذا ذلك؟ يعني؟ هذا تطور طبيعي في الدولة. من يعود ويقرأ مثلا حول الدولة في تطور، أتحدث هنا داخل القانون الدستوري وداخل علم السياسة، أن الدولة تتطور، وعادي جدا كما قلت أن كل دولة تبدأ مركزية ثم تنقل السلطات. اليوم في المغرب أن التحدي الكبير هو مسألة هذه الرافعة التي هي الجهوية، بمعنى أنه اليوم تم نقل السلطات وتم نقل الموارد على المستوى، وهذه الجهات لها موارد ذاتية وموارد أخرى، والعمل الآن هو يتم على المجال الترابي، على المجال الترابي. أكثر من ذلك هناك في الرسالة الملكية مسألة الالتقائية بين اللاتركيز الإداري وبين مسألة المجالس الجهات، عمل مجالس الجهات، بمعنى أن هناك ممثلين للساكنة موجودين في المجال الترابي، وهناك مصالح إدارية، كاين حكومة، كاين إدارة مركزية، ثم هناك مصالح إدارية، تقع هذه الالتقائية لكي يكون هناك نوع من التحول. لما نتحدث عن تنمية يحدث هناك نوع من التحول الإيجابي داخل المجال الترابي، عن طريق ماذا؟ عن طريق سياسات عمومية سواء قطاعية أو سياسات عمومية ترابية يقوم بإعدادها المجالس الجهوية. وقلت بأنه كل مستويات الجماعات الترابية هي تندرج بمعنى أنها مندمجة في هذا النوع من التحول. نحن أمام شكل جديد من العمل قد بدأ بعد أن أنهينا مسألة النصوص، كما قلت النصوص، تحدثنا عن المبادئ وعن الأهداف وعن القواعد، والآن مسألة التفعيل.
توجد إشارة لجعل الجماعات الترابية تواكب المستجدات والتطورات التي يعرفها المغرب والعالم، وأن تبادر إلى إقامة شراكات مع الهياكل الإدارية اللامتمركزة. كيف يمكن أن نشرح هذه العلاقة بين الجهة الجهوية واللاتمركز الإداري داخل مسلسل التنمية الذي نتحدث؟ أولا، هناك تطور في العالم، وهناك انفتاح على تجارب أخرى، هناك تجارب في العديد من الدول، ونلاحظ بأن العديد من رؤساء الجهات يسافرون إلى دول معينة ويتحدثون عن تجارب. أكثر من ذلك، أن هذا المجال الترابي أمام مجلس الجهة هو مجال يجب أن يفتح أمام الاستثمار، سواء استثمار دولي أو استثمار على المستوى الوطني. إذن هناك عملية انفتاح يجب أن تكون على العالم، انفتاح على المستوى الوطني، لأننا أمام جماعات ترابية بشكل جديد، ونحن نتأثر بكل ما يجري في العالم. لاحظنا مثلا في بعض التجارب أن هناك رؤساء جهات عقدوا مجموعة من الاتفاقيات بحضور الحكومة مع العديد مثلا من شركات استثمارية، وهذا يفتح مناصب الشغل. لهذا يكون عملية تحريك ما يسمى بالتراب عن طريق استثماري. هناك تراب، مجال ترابي، وهذا المجال الترابي يجب أن تقام فيه استثمارات. لماذا؟ لأن هذه الجماعات بشكل عام الترابية مواردها المالية محدودة، إذن يجب أن تشتغل على مجالها وأن تبحث عن الموارد الموجودة، وأن تكون هناك عملية تواصل سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي بعقد شراكات. مثلا كانت لدينا تجربة في المغرب على مستوى المجالس الجماعية ما يسمى بالتوأمة، استفادت منها مجموعة من المجالس الجماعية، وهناك مجالس جماعية مثلا نعطي مثال في الشمال التي استفادت من العديد من التجارب الدولية. هذا تحول يفرضه الواقع الدولي. دكتور عبد الرحيم منرسيمي، رئيس المركز الاطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، كنت ضيفنا اليوم، شكرا جزيلا لك على الحضور.